السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومتابعات قناة حرائق التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب، فعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معادنا مع رياض الأطفال المستوى الأول الفصل الدراسي الأول نافذة الرياضيات، وهناخد النهاردة الرقم 10. هل تستطيع الوصول إلى أعلى دور في البرج؟ هيا نجرب. يلا بينا نراجع مع بعض. سؤال المراجعة بيقول اكتب العدد التالي. العدد التالي اللي بعده. العدد التالي بزود واحد. أول عدد عندي 7. 7 لما زود عليها واحد العدد التالي ليها 8. بعد 7 8. 5 العدد التالي ليها بعد 5 6. زودت على 5 واحد 6. 2 العدد التالي لاثنان 3. زودت على الاثنان واحد 3. بعد الاثنان 3. 3. وهيا بنا نتعرف على الأرقام، ويلا نغني أغنيتنا الجميلة مع بعض. أنا سمكة ملونة كبيرة مكلبازة، بلعب تحت المية، أصحابي حواليا، بهرب من النار والشبكة الغدارة. السما فين؟ فوق فوق. والأرض فين؟ تحت تحت. إيدي دي خمس صوابع، إيدي دي خمس أصابع، يلا نحطوا إيد على إيد يبقوا 10 بالتأكيد. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كل الأرقام دي يا أصحابي دي بتقعد في بيت واحد، هو بيت الإيه؟ الآحاد. يلا نقول مع بعض الأرقام تاني. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني أي عدد مكون من رقم واحد بيقعد في بيت الآحاد. هيا بنا نعد على أصابع اليد. يلا حضر إيدك وعد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكتب رقم 10، هو عدد مكون من رقمين، الصفر في بيت الأحد والواحد في بيت العشرة. عدوا كده معايا تاني يا أصحابي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الصفر في الآحاد والواحد بالعشرات. هيا بنا نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هناخد العدد 10، هو عدد مكون من رقمين، الصفر في الآحاد والواحد في العشرات. يلا نعد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 الصفر في الآحاد والواحد في العشرة. بنكتب العشرة فين؟ داخل المربع، هو عدد مكون من رقمين، يعني بيقعد في بيتين، بيت الآحاد وبيت العشرات. الصفر في الآحاد والواحد في العشرات.
هيا بنا نتعرف على الأحاد والعشرات. أول بيت عندي بيت الأحاد. لقيت حاجة عدها؟ لأ. فاضي. فاضي يعني صفر. يلا بينا نشوف بيت العشرات فيه كام رقم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. دول حزمة واحدة، هكتبهم كام؟ واحد في العشرات. علشان الواحد بيدخل في بيت العشرات بيبقى ايه؟ بعشرة. صفر في الأحاد والواحد في العشرات. يلا يا ترى هنكتب في بيت الأحد ايه؟ صفر. صفر يعني فاضي. وبيت العشرات هنكتب فيه كام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هكتب واحد، الصفر في الأحاد والواحد في العشرات. خدنا النهاردة عدد عشرة. ومعدنا مع سؤال المتفوقين، وعلشان توصل لأعلى دور في البرج أرسل الإجابة الصحيحة. وهقرأ معاك السؤال. والسؤال بيقول عد واكتب، عد واكتب، أرسل الإجابة الصحيحة. يلا نشوف السؤال بتاعنا. بيقول ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي السمكة الطماعة تفتح بقها بتاكل الكبير وتسيب الصغير وقد بعض يساوي بعض. يلا نشوف سبعة والناحية التانية تسعة. سبعة يا ترى هي أكبر ولا أصغر ولا يساوي التسعة؟ سبعة أصغر من تسعة. عشرة أكبر ولا أصغر ولا يساوي عشرة؟ عشرة يساوي عشرة. قد بعض يساوي بعض. عشرة تساوي عشرة. هنا عندي أربعة وعندي ثلاثة. أربعة أكبر من ثلاثة. تيجوا نقرأ مع بعض تاني. السؤال بيقول ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي سبعة أصغر من تسعة. عشرة يساوي عشرة. أربعة أكبر من ثلاثة. والسؤال اللي بعده بيقول اجمع. اجمع يعني زود. اجمع يعني زود. عندي مسألة بطريقة رأسية، هعمل ايه؟ أول حاجة هقرأ المسألة. خمسة زائد ثلاثة تساوي. أول حاجة بعملها بنور الإشارة. الكبير في مخي والصغير على إيدي. مين الكبير؟ خمسة. مين الصغير؟ ثلاثة. أحط خمسة في مخي وأطلع ثلاثة على إيدي. بعد الخمسة ستة، سبعة، ثمانية. خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية. العبوا معايا يا أصدقائي. طلع خمسة على إيدك دي وثلاثة على إيدك دي وعد. يلا كله الناتج كام؟ ثمانية. برافو. يلا نشوف المسألة اللي بعدها. اثنان زائد خمسة يساوي. أول حاجة بعملها بنور الإشارة. الكبير في مخي والصغير على إيدي. فين الكبير؟ خمسة. خمسة وكم في إيدي؟ اثنين. بخمسة في مخي واثنين على إيدي. بعد الخمسة ستة، سبعة. يلا يلا يا أصدقائي معايا. طلعوا خمسة على إيديكوا دي واثنين على إيديكوا الثانية. يلا عدوا كده. سبعة. اثنان زائد خمسة يساوي سبعة. يلا نقرأ. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي. أول حاجة بعملها بنور الإشارة. يلا ثلاثة في مخي وثلاثة على إيدي. بعد الثلاثة أربعة، خمسة، ستة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي وستة. وإنت كمان لو طلعت ثلاثة على الإيد دي وثلاثة على الإيد التانية الناتج هيكون ستة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. ويلا بينا بعتنا مع سؤال المتفوقين، وعلشان توصل لأعلى دور في البرج ارسل الإجابة الصحيحة. هقرأ معاك السؤال. سؤالي بيقول اجمع. أرسل الإجابة الصحيحة. السؤال بتاعنا بيقول اكتب العدد التالي. العدد التالي اللي بعده. العدد التالي بزود واحد. يلا نشوف رقم تسعة
العدد التالي لرقم 9 هو 10. 10. احنا قلنا اي عدد مكون من رقم واحد هو احاد، واي عدد مكون من رقمين احاد وعشرات. الصفر في بيت الاحاد والواحد في بيت العشرات. التسعة لما زود عليها واحد هتبقى كام؟ 10. يبقى عدد 9 10. طيب العدد التالي لرقم 3 هو ايه؟ لما زود على 3 واحد هيبقى 4. يبقى 3 بعد الثلاثة ايه؟ 4. العدد التالي لرقم 6 هو 7. زودت على 6 واحد يبقى العدد التالي لستة بعد الستة 7. ومعادنا مع سؤال المتفوقين، علشان توصل لأعلى دور في البرج أرسل الإجابة الصحيحة. ويلا هساعدك في قراءة السؤال. والسؤال بتاعنا بيقول كم عدد التفاح في السلة؟ أرسل الإجابة الصحيحة. يلا وعدنا مع السؤال الجميل ده. السؤال بيقول صل بين الملابس والفصل المناسب. يلا بينا نشوف كده الملابس بتاعتي ونشوف الفصول الموجودة. ها انا عندي هنا فصل الايه؟ الصيف. وده فصل الايه؟ الشتاء. يا ترى الصيف بلبس فيه ايه؟ بلبس فيه حاجات خفيفة عشان الجو بيبقى حر. والشتاء بلبس فيه ايه؟ بلبس ملابس ثقيلة عشان الجو بيبقى برد. يلا نوصل الملابس الخاصة بالفصل. ها انا عندي هنا ملابس خفيفة ولا ثقيلة؟ خفيفة. يبقى هوصلها في فصل الصيف. يا ترى الشوز الكبير ده عايز فصل الايه؟ الصيف ولا الشتاء؟ فصل الشتاء. شتاء. يا ترى الحذاء اللي هو الصندل ده، الحذاء ده بلبسه في فصل الصيف لان الجو بيكون حر. هوصل الحذاء بفصل الصيف. يا ترى الشمسية دي بنستخدمها فين؟ بمسك الشمسية عشان تحميني من المطر، بوصلها بفصل الشتاء. طب ويا ترى الجاكيت الثقيل ده هحطه في فصل الصيف ولا فصل الشتاء؟ عشان يدفيني، بلبسه في فصل الشتاء. والنظارة بوصلها بفصل الصيف عشان الشمس تحميني من الشمس. والسؤال كان بيقول صل بين الملابس والفصل المناسب. أول فصل فصل الصيف وصلناه بالأشياء الخاصة به، وتاني فصل وفصل الشتاء وصلناه بالأشياء الخاصة به. من خلال مشاهدتك للفيديو هتكون وصلت معانا لأعلى دور في البرج. إلى اللقاء يا أصدقائي في فيديوهات جديدة. مع السلامة.